بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه، وهو معروف العلامة، في حكم من ينكر دخول الجن في جسد الإنسان. فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله في حكم من ينكر دخول الجن في جسد الإنسان. فاسمعوا فتاوى العلماء وأحكام الشرع في هذه المسألة، ولا تلتفتوا لمن ينكر هذا ويخالف هذا بالجهل وبغير علم. فالله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرجوع في الدين إلى العلماء وليس إلى الجهلاء. فانظروا هذه الفتوى واسمعوها جيدا، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من أنكر دخول الجن في بدن الإنس؟ ضال، هذا حكمه أنه ضال، هذا ما أنكره إلا المعتزلة العقلانيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أما الذي ينكر الجن، الذي ينكر الجن هذا كافر، وأما الذي ينكر دخولهم في الإنس هذا ضال مخطئ. نعم.